الصحفي كابتن طارق. يعني دلوقتي الكره الافريقيه بتحاول انها تنهض اقتصاديا شويه، وفكره السوبر الافريقي اللي موجود، هل دي محاولات من الاتحاد الافريقي ان هم يكسبوا ماديا شويه، خصوصا ان هم بيقولوا هياخدوا افضل ناديين من كل دوله، واوريدي اصلا بطوله دوري ابطال افريقيا بيشارك فيها مثلا من مصر اهلي وزمالك، بتلاقي الترجي ومثلا نجم الساحلي موجودين من تونس، وهكذا الحال في كل الدول الافريقيه. فليه الفكره موجوده ومطروحه واسبابها وقد ايه هتفيد الكره الافريقيه؟ بص يا محمد، السوبر الافريقي الفكره لما اتوجدت علشان زي ما احنا قلنا الاتحاد الافريقي عنده ازمه ماليه بدات تظهر في الفتره اللي فاتت بشكل بسيط، بس هم بيحاولوا ان هم يشتغلوا بحيث على المدى البعيد ما تبقاش الازمه دي متفاقمه وخارجه عن اي حل او ما يكونش لها اي حلول. فالسوبر الافريقي زي ما اتكلمنا او زي ما هو معروف، لا هو ده خلاص، ده يعني دي الحاجه الوحيده او الامل الاخير للاتحاد الافريقي ان هو يخرج من الازمه الماليه اللي هي ممكن تحصل له كمان كام سنه وتبقى امر واقع يعني. فعشان كده هم فكروا في مسابقه، وده الكاف اعلنوا رسمي ان المسابقات حتى سواء الانديه هو باستثناء امم افريقيا محمد، كل بطولات الكاف مش بتحقق ارباح مقارنه بحجم الكاف او بحجم الفرق المشاركه. فالكاف بيبدا دلوقتي يدور على بطوله تبدا تدر دخل مادي للاتحاد وطبعا للانديه. طيب انت هنا فتحت موضوع مهم جدا، يعني هم كده من خلال هذه البطوله هيبقى عندهم حقوق للبث، فيبدا عمليه مزاد بقى، ومن هنا تكون في حقوق حصريه جديده للاتحاد الافريقي، وهيبثوا هذه المباريات لمين، فبالتالي في مكاسب داخله لهم. دي حقيقه. هو رئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي اعلن ان في كذا هيئه اعلاميه بدات ان هي تقدم زي ما احنا نقول طلبات ان هي تكون الناقل الرسمي التلفزيوني للبطوله دي. الامر ده احنا ما تاكدناش منه، يعني مش عارفين حقيقي 100% ولا لا، بس اظن ان هيبقى فيه زي صراع. الامر مش هيكون سهل، خاصه انت عارف دلوقتي ان بطولات الانديه والمنتخبات كمان في الاتحاد الافريقي مع جهه اعلاميه معينه. فانا ما اظنش، وجهه نظري ما اظنش، ودي كمان معلومه، ما اظنش ان الجهه دي هتوافق ان هي تاخد السوبر الافريقي بسعر جديد. فاهمني؟ فانا كمان اظن ان فكره كمان تسويق البطوله دي على مستوى القنوات مش هيكون سهل يعني. ممكن ما ينجحش. طب ايه المنافع اللي هتعود على الانديه من المشاركه في هذه البطوله؟ يعني بنشوف مثلا دوري ابطال افريقيا الفرقه اللي بتكسب بتاخد مبلغ مالي معين، هل في السوبر الافريقي المبالغ قد تكون اكبر واوفر للاعبين والانديه بالتالي ولا لا؟ طبعا. هو الفكره اصلا هي فكره جيني انفانتينو، وهو ده اعلن رسمي كان في اظن في 2019 كان هو في زياره بيفتتح ملعب جديد لنادي مازيمبي، وصرح لوسائل الاعلام علانيه ان هو حلمه ان يبقى في بطوله كذا كذا في افريقيا وتبدا ان هي تدخل اموال للانديه. وحتى هم اتكلموا كمان في مبالغ ان بعد وقت معين البطوله دي هتدخل يعني عوائد ماليه محترمه جدا، هتستفيد منها طبعا الاتحاد الافريقي وتستفيد منها الفرق. لا البطوله دي لو بالشكل اللي هم اتكلموا فيه فهيكون في عوائد ماليه كبيره للانديه المشاركه. طيب دلوقتي